وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أحد يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن ولا يمكن. يقول ما رأيت أحد يتناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشيء فيه قدح وذم فيهم، حتى في الأمور التي وقعوا فيها يقول لا يتكلم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قال القدح فيهم، قدح في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، قدح في الصحابة. الذي يقدح في الصحابة هو في الحقيقة قدح في الله، لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنه واختار من صحبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح في دين الله، لأنه لو قدحنا فيهم هم نقلوا لنا الدين، إذا نقل لنا الدين من أناس مقدوح فيهم. وقدح في النبي صلى الله عليه وسلم، مر على دين خليله وقال لا تسبوا أصحابي، وقدح في الصحابة، هذا أمر واضح. ما يمكن لأحد من أهل السنة والجماعة أقدح يتكلم في الصحابة. نعم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم. أمروا أن يستغفروا لهم. وتسأل أي إنسان يتكلم في الصحابة، اسأل هل أنت من المهاجرين؟ ما يمكن يقول أنا من المهاجرين، صحيح؟ في هذه الأزمنة ممكن يقول واحد أنا من المهاجرين؟ ما حتى من المهاجرين هاجروا من مكة للمدينة زمن الهجرة، انقطعت الهجرة فتح مكة، مهاجرين؟ لا. هل أنت من الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا. إذا كان يسب الصحابة تقول وأنا أشهد أنك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. لابد إذا لم تكن لا من المهاجرين ولا من الأنصار ماذا تصنع؟ لابد أن تقول بما قال الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مفهوم؟ نعم. أي نعم، واضح هذا، وضوح الشمس يا أخي. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم وسبوهم. الله المستعان. نعم. وذلك لقول يعني إلا يرتكب هذا. نعم. وذلك لقوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وكانوا ينهون عن البدع. كانوا ينهون عن البدع، يعني السلف الصالح ينهون عن البدع، لأنه رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. نعم. ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا، يعني طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم نسأل العافية والسلامة ليس فيها هداية. نعم. ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن لابد من اجتماع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، والطريق الموصل له طريق واحد. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم. فهذه وصية الله سبحانه وتعالى. نعم. وألا ننازع الأمر أهله. نعم. هذا الخروج على ولاة الأمر. نعم. لا ننازعهم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. هو أراد بهذا الله أعلم الرد على الخوارج. نعم. من يخرج على إمة. نعم. إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم نعم. أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم. فجعل طاعة ولاة الأمر بعد طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخروج سواء كان على السلطان أو على الخلق بالقتل أخذ الأموال. نعم. وقال الفضيل رحمه الله تعالى لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. سبحان الله،
وهؤلاء الذين خرجوا على السلطان لا يريدوا لا أمن لا للعباد ولا للبلاد، وهذا الحاصل. يقول لو لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. لماذا؟ لأنه قال لو صلح السلطان صلح ارتاح البلدان وارتاح العباد. نعم. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يجتري على هذا غيرك؟ نعم، يعني الآن يا أخواننا في أمور ما تجرى عليها السلف ولم يسمع السلف ولم يتكلموا لا على السلطان وأرادوا الإصلاح، ولم يخرجوا لا بالسيف ولا باللسان، لأنه لا يمكن يكون خروج بالسيف إلا ويسبق قبل هذا خروج باللسان. ما يمكن يخرج بسيف إلا ولا بد يخرج أولا بلسان. كيف؟ أول خروج في الإسلام أين كان؟ كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذو الخويصرة بالسيف؟ لا، إيش قال؟ قال اعدل يا محمد. إذا هذا الخروج، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، كلمة حق اعدل يراد بها باطل، لمن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم؟ إذا هذه من علامات الخوارج. الأول يتكلم بكلام حق لكن يراد به باطل، يخرج أولا بالقول وبعدين يكون بالسيف، مفهوم؟ ولا بد أن نتربى على هذا، يعني أنت تربي نفسك على الطاعة قدر المستطاع، قطع الإشارة. أي نعم، بعض الأمور تعرفها مخالفة، يا أخي لا تخالف، وأنت بهذا تلتمس الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال: والخوارج مراق. مراق يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين، يعني كما يمرق السهم من الرمية، يعني ما يصيب الهدف. فهم نسأل العافية السلامة خرجوا عن الطريق المستقيم. نعم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. من زعم يعني كاذب، والله كاذب. نعم، قال فهو كافر، كفر أكبر. نعم. فهو كافر بالله العظيم. نعم. كفرا ينقل عن الملة. نعم، مخرج من الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. قال ما يشك أحد في كفره. أي نعم. ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه. هذا يعني يسميهم العلماء يعني من يتوقف، وهذا كثير في هذه الأيام. بعض الناس يقول لا أنا ما أقول هذا ولا أقول هذا، يعني ما أقول أنه كلام الله مخلوق أو غير مخلوق، لا أنا لا أقول هذا ولا أقول هذا وأسلم. حتى في الصفات الآن، هذا من الصفات، إثبات صفة الكلام لله. بعض الناس يقول لا أنا ما أريد أتكلم في الصفات أبدا، لا أثبتها ولا أنفيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا القول هو من شر أقوال أهل البدع، من شر أقوال البدع هذا القول، لأنه فيه تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم واستطالة الفلاسفة. تكذيب للقرآن، القرآن كلام الله، والله قال سبحانه وتعالى ليتدبروا آياته، هذا يقول ما أتدبر ولا أفهم منها شيء، لا أثبتها ولا أنفيها. وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عندما يعتقد هذا الاعتقاد يظن أن هذا اعتقاد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهل لا يفهم شيئا لا في الكتاب ولا في السنة، وكذلك الصحابة. واستطالة للفلاسفة، لأنهم قالوا أن الفلاسفة علموا هذه الأشياء التي لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عليهم، ولهذا قالوا خذنا بحارا في العلم وقف الأنبياء على شاطئ. هذا من شر أقوال أهل البدع، هذا اللي يقول، اللي يقول لك أنا توقف، سبحان، هل توقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب القرآن مملوء أصلا لا تخلو منه آية بالأسماء والصفات. نعم. يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. نعم. ومن وقف في القرآن جاهلا علم. أقول هذا إذا كان يجهل هذا الأمر يعلم ويبين له. نعم. علم وبدع ولم يكفر. نعم. أما التكفير وتنزيل الأحكام على الأشخاص هذا يحتاج الرجوع إلى العلماء، ونحن علينا نعلم الناس. نعم. هنا شيخنا انتهى كلام البخاري رحمه الله، لكن مقحوم في أقحم في عقيدة الرازيين 4 أسطر نقرأ إن شاء الله تعالى. بسم الله. قال أبو محمد: وسمعت أبي يقول: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. نعم، يقول علامة أهل الباطل أهل البدع أهل الضلال أنهم يتكلموا
في أهل الحق، يتكلم في أهل السنة، هذه علامة من علاماته، لأنه عرف يقول عندنا أشياء تسمى شعار، هذا الشعار لأهل السنة والجماعة، مجرد ما ترى إنسان أو تسمع لكلامه تعرف أنه هذا من أهل السنة والجماعة، وبعض الناس تعرف لأنه له شعار يعرف به. ومن الشعار الذي يعني يذكر أهل السنة والجماعة يقول المسح الخفين. مسح الخفين مفروض تذكر أين؟ في كتب الفقهاء؟ لا، ذكرت في كتب المعتقد. لماذا؟ لأن أصبحت شعار لأهل السنة والجماعة، تميزوا عن أهل الباطل بالمسح الخفين. صحيح الدعاء لمن؟ قال الدعاء للحكام مثل ما مر معنا. صحيح سمع الطاعة في المعروف، قرآن كلام الله، ترضي عن الصحابة. فعندنا أمور أصبحت شعار لهم لأهل السنة، سأل الله يجعلني وأكون منهم، وأمور نصر عافية السلامة صارت شعارا لأهل الباطل، مجرد ما ترى أو تسمع لشيء من كلامه تعرف نصر عافية السلامة أنه ليس من أهل السنة، من أهل الباطل. مفهوم؟ هذا يعني أمر ظاهر واضح وذكرت هنا في كتب المعتقد. لكن الحكم على الأشخاص قلنا هذا أمر آخر يحتاج إلى علماء ربانيين قضاة، هم يحكموا على الشخص ماذا عليه. نعم. وأصلا لا يمكن أن تطالع كتب هؤلاء وتنظر إليهم أو يعني فضلا أن تجلس معهم. نعم. قال من علامات هؤلاء نسأل الله عليه السلام الطعن في من والكلام والوقيعة في أهل السنة والجماعة، فما بالك لو وقعوا في الصحابة رضي الله عنهم، فما بالك لو وقعوا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، في الرب، يعني هذا من يسب الرب مسب لله، هذا الذي ينكر الأسماء والصفات أصلا. نعم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة، أهل السنة حشوية. حشوية الآن يعني هذا معروف، كانوا يتكلموا على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب وكاهن وساحر. صحيح، وهو الأمين الصادق عليه الصلاة، معروف هذا، كيف يكون مجنون وهم يتكلموا معه؟ لو مجنون إذن لا يكلموا أصلا. صحيح أم لا؟ هم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم عاقل وصادق وأمين، معروف بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وينادوا يقولوا محمد يعني محمود. أي نعم. طيب ثم بعد هذا انتقلوا وبدأوا يتكلموا عن الصحابة وعن أتباع السلف الصالح ويلقبوا أهل السنة بألقاب. لماذا؟ ينفر الناس عنه. يعني قالوا عن أهل السنة مجسمة وحشوية وشكاكة ونواصب ونوابد وغثاء وهابية الآن في العصر الحاضر. ليش؟ حتى ينفروا الناس عنه. أي واحد يدرس الناس التوحيد وعلم التوحيد وقال عنه وهابي. نعم، أي إنسان يعلم الناس التوحيد وعلم الناس العقيدة الصحيحة وقال عنه وهابي. أصلا لا يوجد أحد يقول عن نفسه أنه وهابي أصلا، لكن هم أرادوا ينفروا الناس عنه. لماذا؟ لهذه الألقاب. إذن من علامات أهل الباطل أنهم يلقبوا أهل السنة بألقاب. نعم، حتى ينفروا الناس عنه. يريدون إبطال الآثار. يريدون إبطال الآثار وإبطال ما كان عليه السلف الصالح. نعم، من إثبات الأسماء والصفات. نعم، حشوية يعني هذا اللي داخل الحشو اللي داخل هذا الفرش اللي اتكي عليه. نعم. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. هذا قلنا أيضا، يقول عن أهل السنة أنهم مجسمة ومشبهة وشكاكة ونواصب ونوابت وغثاء. نعم. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. نعم. المهم كل ما يعتاد الناس على لفظ يخرج لفظ جديد ولقب أهل السنة والجماعة. نعم. ومن علامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة أو مجبرة، يعني جبرية. مفهوم؟ أي نعم، يقولون بالجبر، وأهل السنة وصل بين القدرية والجبرية. نعم. وعلامة الرافضة تسميتهم نعم، تسميتهم أهل السنة ناصبة، يعني واصب، يعني كأن أهل السنة نصبوا العداوة لأهل البيت، وأهل السنة وصل بين الروافض والنواصب. نعم، لم ينصبوا العداوة لأهل البيت ولم يرفع أهل البيت فوق منزلته، توسطوا فيهم وأثبتوا لهم من آمن منهم، أثبتوا لهم محبة للإيمان ومحبة للقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوا فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم منزلة.
لم يرفعهم ولم يحطوا من قدرهم. نعم. ولا يلحق أهل السنة، لأن هذا الإشكال في كل زمن نسأل الله السلامة، عندنا من يقابل البدعة ببدعة. فالروافض ماذا صنعوا؟ عظموا أهل البيت حتى عبدوهم. وجاء الناصبة نواصب نسبوا العدالة أهل البيت، جاء أهل السنة توسطوا، لا إفراط ولا تفريط، قدرية وجبرية وسط أهل السنة، مفهوم؟ المعطلة والممثلة وسط أهل السنة، بأهل التعطيل والتمثيل، وذكر هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية. نعم. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد. لا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، والعبرة ليس بالاسم، العبرة بالعمل وما ترى بعينك لا ما تسمع، لأن هذا السماع شيء وهذا كلام شيء. وانظر كتب أهل السنة موجودة الآن، ونتحداهم أن يأتوا بكلمة واحدة عن أهل السنة فيها سبر أهل البيت كما يقال هؤلاء النواصب، أو أنهم يقولوا أن الإنسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار، أو كذا أو كذا أو كذا. وهذه كتب أهل السنة متوافرة، وخذوا ما شئتم من سنوات تدرس فيها كتب أهل السنة، لن تجدوا بإذن الله إلا الخير والوسط. نعم. ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء،